السلام عليكم. في فصل الصيف كتكثر الحشرات والبرغوث، انواع من الحشرات كتكثر في الارانب باش نتفاداو تكاثر هاد الحشرات كنستعملوا هذا الدواء اللي هنا في الواجهه ديالو دايرين انواع الحشرات والاسم ديالو ماليفوس. هو خطير بالنسبه للاطفال، يعني خصو يكون بعيد عن متناول الاطفال. وهذا هو الشكل ديالو، وها الزجاجة اللي في الداخل. كنستعملو منه واحد القدر اللي هي ديال جوج معالق كبار، كنديروه في هاد البخاخة وكنزيدوه الماء حتى كتعمر البخاخة، وكنرشوه على الأرانب على هاد الشكل. هو فعال، كيقضي على جميع انواع الحشرات، يعني اللي كتكون في الجلد ديال الارانب ولا كتكون في الحاضره ديالهم. الثمن ديالو رخيص، يعني 25 درهم مغربيه. يعني نصيحه مني تستعملوه، فعال ضد هاد الحشرات، جميع الحشرات اللي في الواجهه. وشكرا.